سماحة المفتي، أقرت هيئة الترفيه السينما والحفلات الغنائية، ما حكم ذلك وما توجيهكم القائمين عليها؟ أرجو من الله أن يوفق الجميع الخير. نعلم أن الحفلات الغنائية أو السينمائية أنها ضرر وفساد، يعني السينما لا يضمن منها شيء، هي تعتمد على مسرحيات وأفلام تستورد من بعيد من غير هذه البلد لتغير من ثقافتنا ومن تعابيرنا ما يخفى. فالأفلام السينمائية ضارة مؤذية لأنها تمثل أفلاما خليعة ماجنة أو إلحادية فاسدة. كذلك الغنائي ينبغي أن يشغل المسلمون بشيء ينفعهم، الغنى والغنائي لا خير فيها، الترفيه الطيب أو شيء ثقافية مستوى ثقافية وعلمية، أما الترفيه بالأغاني في الليل والليل والسينما في الأوقات كلها ثم يدعى إلى اختلاط الجنسين في السينما، أول سيقال قسم النساء ثم يقال الجميع في منطقة واحدة، هذا كله سيصيب الأخلاق وتدمير